صباح الخير. من القدس المتألمة دعا البابا فرانسيس إلى العمل من أجل السلام والعدالة. في كنيسة القيامة وفي الحرم القدسي وعلى حائط المبكى صلى من أجل السلام. عاد البابا من الشرق البعيد إلى روما أرض الأباطرة، تاركا في مهد الحضارات شعبا ضائعا في الشتات، وفي بلد إبراهيم أطفال تقتل ونساء، واللاجئين في المخيمات على امتداد الأمة يبحثون عن فتات الخبز في براميل النفايات. حرض البابا فرانسيس العالم على اللقاء والمحبة والسلام، قال كلمته ومشى. بعض الكلام سقط على أرض جيدة وقد يعطي ثمار، أما الكلام يلي سقط بين الشوك أو على الصخر فاحترق واختنق. من قضايا الأمة وأوجاعها منرجع للداخل وزواريبه الفائحة منها رائحة الفساد بأشكاله المختلفة. مسلخ الكارنتينا مشكلة قديمة بتتجدد مع اقتراب فصل الصيف، فالروائح الكريهة بتجتاح منطقة الكارنتينا والخضر وصولا لبرج حمود والدورة، الأمر يلي بشكل تهديد حقيقي لسلامة السكان وضرر بصحتهم. ومن رائحة الورد والجردينيا بفصل الربيع بيتنشأ أبناء العاصمة روائح بقايا اللحوم والأسماك، تلوث بيئي بيشعر فيه المارة على الأوتوستراد السريع. قطعوا النفس، مسلخ الكارنتينا يرحب بكم. تقرير لزميلتنا مي فرحات، من تابعوا سوا. إذا قررت تمرق بضواحي الكارنتينا ونسيت تسكر شبابيك السيارة فلا شك قضي عليك، ولو كان باستطاعة الناس يلي التقيناها نقل رائحة هالتقرير عبر الشاشة لتعطر المسؤولين لما ترددوا. فمن اللحوم والألبان الفاسدة إلى الهواء الفاسد. صوري هالأسود، طلع عمليك، خلي صور عمليك بس وتشوف الروائح. بس النهر هون بيحطوا فيه زبالة، بيحطوا فيه تبع السمك، بقايا الموجود عنده تبع البار زتوه بالنهر، بتطلع الريحة علينا. العالم ما عاد تقدر تمر من هون، بفلوا بيهربوا. حتى زبون اذا بيوقف يغير زيت او يعمل له شيء ما بيوقف، بيسحب حاله بفل. بك فيك صوري هونيك؟ شو هون؟ هون النوع من المجرور اللي بيكب من المسلخ وبيكب من بيروت من هون عن طريقنا، بيحضنوه وبيرجعوا بزتوه هون برا. الهوى هوايا ابني لك اسرع عالي، واخطف نجم الليالي، واشغل لك حبي غالي، ويحلى الصبايا. انا الهوى هوايا هوايا. بعد ما يفوت اللحم وطلعوا العظم مطحون جاهز، هذا العظم بيتم شيء اسبوعين برا لحتى يجي صاحبه يشيله. بتكوني قاعده شوي بتختنق، بنوقف على المروحه. اصحابنا ما بيقدروا يجوا لهون، يختنقوا. يا عمي تعوا، بيقول لا 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 لا، نجي نجيب كمامات. نحن عم فطس فطيس، اكثر من هيك ما في. بس لانه هن منعني يمروا منعني يشموا بكفي، مسؤولين مننا انا. الهوى هوايا يبقى القمر قاربنا، والليل بحر مهاودنا، والنسمة اللي تاخدنا ترجع شايلة الحكاية. حدود الكارثة لا تقف عند المحلات المحيطة بمدخل مرفأ بيروت، فمن الكارنتينا توجهنا إلى الأشرفية وتحديدا إلى الجعتاوي يلي نسيوا سكانا كيفية استعمال شرفات منازلهم. فما بين جبال النفايات وقنوات الصرف الصحي وبواخر المواشي، ما عاد اللبناني يعرف شو عم يتنشأ. ريحة مجرير، ريحة شو ما بدي اقلك، ريحة حيوانات ميتة، ريحة بتقرف، ما فيك توصل على بيتك لما تسكر شباكك، إذا ما عندك أي سي بتموت، عرفتي؟ لك أنا بجي بعمل زيارة، بس وقت اللي بجي بقول الله يعينهم اللي ساكنين هون، يمكن هن يتعودوا. يعني في عندي كمان قرايب ساكنين كمان لقدام شوي، الله يعين الأطفال. منغسل ومنرش دواء تنقل الدنيا نظيفة. ما بنستعمل البلكون أبدا، ما بنطلع على البلكون كل يوم، خاصة بس يكون في شوب شمس بنهار، يعني بتلاقي من الظهر وطالع ريحة العدم. هلا عم بتقولي شو عم تعملوا؟ شو بدنا نعمل؟ لمين بدنا نحكي؟ لمين بدنا نقول؟ ليش؟ مين اليوم عم بيسمع؟ الهوى هوايا، انا الهوى هوايا، ندخل
كتب الحكاوي. يعني صرنا كلنا على السيريتيد وعلى الفانتولين وعلى روايح غريبة، مثل حدا ميت له عشرة أيام وطالع ريحته. يعني يا ريت في كاميرا لفرجيكم كيف بيصير لك. شوف من الروايح، وأوقات بتقوى كتير كتير كتير. 365 يوم في منهم 300 يوم فيهم ريحة، وال 65 ما فيهم ريحة. وهيدا مطلب أساسي، أنا ما بدي شم ريحة. ما عم قلكن جيبوا لي الكهرباء، ما عم قلكن نظموا لي السير. أنا الهوى هواي أرسم صورتي في يدي، عن نسمة اللي تعدي عالفجرة بضحكة وردي عالعمر اللي وراي. الهوى بيئية وصحية تتنقل ما بين مسلخ بيروت وبقاياه من اللحوم والأسماك إلى نهر بيروت ومناطق العاصمة، لا مراقبة ولا بوادر حلول قريبة، وأبناء العاصمة يتنفسون النفايات. الحل بده يكون فيه شوية نظافة، يعزلوا هالوسخ، عرفتها شو منهم تروح للنظافة. وين دولة لحتى يسمع؟ مين بده يسمع إذا شكيت؟ بدنا دولة لحتى يصير رئيس جمهورية، وين دولة؟ هو لازم واحد يتشكل الدولة، بس للأسف مين برد عليك؟ كل مين في شيء اسمه مسلم إدارة بهالبلد ينضب، يضبك لكيش ويمشي، وخلي هالشعب هالشباب اللي طالع هي تستلم. يعني مش مزبوط هيك اليوم واحد يشم، كله كونسير هذا. ينطف النهر ما بيعود في ريحة، طبع السمك لما يكبوهم بالنهر بيكبوهم بطرة تانية. هالسنة ومثل كل موسم اصطياف، موعد مع أبرز الأسماء الفنية اللبنانية والعالمية مع المهرجانات يلي عم تشهدها كافة المناطق اللبنانية. اليوم حطتنا من الباترون يلي هالسنة أيضا رح بتكون على موعد مع مهرجانات لإلها عم تستقطب عدد كبير من الوجوه. ولهالغاية تم الإعلان عن برنامج المهرجان بمؤتمر صحفي مبارح بوزارة السياحة. تقرير. مع كل صيف جديد الموعد بيتجدد مع المهرجانات اللي بتحجز مكانها بمعظم المناطق اللبنانية، ورغم الفراغ الرئاسي والمشاكل السياسية إلا أنه صيف لبنان رح يتحدى كل الظروف. بوزارة السياحة انعقد مؤتمر صحفي أطلق خلاله وزير السياحة ميشيل فرعون برنامج مهرجانات البترون الدولية بحضور وزير الخارجية والمغتربين ورئيس بلدية البترون ورئيس لجنة المهرجان. المهرجانات اللي هي مهرجانات دولية تعكس الطاقات الموجودة بلبنان، وبالإضافة أكيد إلى الواجبات السياسية اللي هي بتأمن الاستقرار السياسي. فاليوم بترون بالصدارة، وكمان مبارح كان عندنا جبال جماعة الجيب علبك، وكل هالمناطق اللي هي عندها قوة وطاقات كتير كبيرة. عندنا فنانين من كتير بلدين، عندنا من إيطاليا، عندنا من لندن، عندنا من فرنسا، وقت هودي يجوا على مناطق مثل البترون وهيدي شغلة كتير مهمة. وما تنسى عندك كمان الرحابنة يلي رح يكونوا موجودين بالبترون، ورح يكون في كتير اشياء اكتيفيتيز، ونحن بتهمنا هالشغلة كتير. في القصص بيميزنا هو مش بس حفلات بتصير على المسرح، قصص بتصير بالمدينة. يعني وقت معظم العالم بيجوا بياخدوا بيسكليت وقيد وبيبرموا بالمدينة البترون كله فور فري، وبيكون نحن مأمنينه كل شيء ليحبوا المدينة أكثر، غير الأيام بتصير بالليل بالمسرح. مهرجانات البترون الدولية رح تبدأ نهار السبت بـ 2 آب وتستمر إلى 23 من الشهر نفسه، ليكون الموعد كل سبت وأحد بساحة البترون وعلى المينا ضمن سهرات فنية ونشاطات ثقافية، وليكون للفنانة هبة طوجي مشاركة مميزة بالمهرجان. بوجودنا بمهرجانات البترون بيعني أنه نحن مدعي للفرح وللسياحة، وأنه لبنان بألف خير رغم كل الظروف الصعبة اللي عم بيقطع فيها. كمان بالأغاني اللي بنحرص أنه نقدمها دايما في مواضيع لها علاقة بال أنها تحاكي لبنانية بالبلدين الاختراب. وأحلى طريقة بالنسبة لنا هي الموسيقى والكلام والأغاني والفرح، واللي هو بيلون حياتنا، واللي هو بيعطينا بعد مختلف تماما وأحاسيس مختلفة تماما، لأنه بيشيل منا كتير طاقات جديدة. أكيد السنة أكثر يعني بتفائلين أكثر، وبرنامج شوي متنوع أكثر،
بيختلف عن السنين الماضية، وهيك البترون عودت الكل انه يكون عنده شيء جديد في السنة. النشاطات الثقافية اللي عم تبقى مستمرة على مدار السنة، بنتوقف عند مهرجان الفيلم العربي القصير من تنظيم نادي لكل الناس. هالمهرجان يلي افتتح أبوابه أمام كل محبي الأفلام العربية القصيرة بيستمر لغاية مساء اليوم مع ندوات حوار وعروض لأفلام على خشبة مسرح المدينة. تقرير من تابعه سوا. بعد عامين انطلقت دورة جديدة من دورات مهرجان الفيلم العربي القصير يلي بنظمه نادي لكل الناس، داعم المواهب الشابة وبيتضمن أفلام عربية تجريبية قصيرة وثائقية وأفلام ملتزمة، إلى جانب الأفلام الطلابية من كافة أنحاء الجامعات اللبنانية. بتعبر الأفلام عن هواجس ذاتية نابعة من البلدان العربية ومخرجين، وهو مساحة ليلتقى الجمهور العربي مع الفن السابع والمواهب الشابة. نحن صرنا أكثر بدك عم نروح لفيلم القصير اللبناني والعربي، طبعا جامعات رح لهم دور، في لهم جائزتين لهم للجامعات اللبنانية كلهم، وفي جائزتين لأفلام مستقلة لبنانية وعربية بشكل أوسع، والجمهور بنقي أو بنقي لبناني جامعي أو لبناني وعربي مستقل. هو أول مرة بصراحة بنعرض فيلم شباك، هو فيلم قصير من إخراجي، أول مرة بنعرضه بشكل أو بنعرضه بشكل مستقل لوحده، لأنه شباك هو واحد من 10 أفلام صنعنا بيهم فيلم 18 يوم. الضيوف الدائمين بالمهرجان هن البلدان مصر، سوريا، فلسطين، تونس والمغرب والجزائر، لكن هالعام المهرجان عم يستضيف أفلام من بلدان أخرى مثل العراق، قطر، الإمارات، الأردن، السودان، السعودية والكويت. بيحرص دايما نادي لكل الناس انه يشجع المخرجين الشباب، ورح تختار لجنة التحكيم فيلمين فائزين إلى جانب فيلمين من الأفلام الطلابية. اللجنة مؤلفة من المخرج محمد السويد والمخرج محمود حجاج إلى جانب المخرج هادي زكاك والمخرج المصري أحمد العبدالله والمخرج الفلسطيني مهدي فليفل إلى جانب المنتجة اللبنانية ريما مسمار. في المهرجان هذا فيلم اسمه البوبية، اللي هو يحكي البوبية اللي جاي من كلمة بوبي اللي هي العروسة هيك صغير بيصنعوها، نساء صحراويات يعيشوا بالصحراء يعني بدو لساتن هلأ في يعيشوا في الخيم. الفيلم اللي عم قدمه اسمه People Disappear All the Time، أو الناس يختفون طوال الوقت. بيحكي عن قصة شاب عم يفوت يشتغل بمركز للأرشيف بلبنان وبمنطقة بمدينة بيروت، وهيدا البيروت اللي مصورها بالفيلم بنحسها أنه عم تموت شوي شوي وغريبة وغامضة. مهرجان الفيلم العربي القصير مستمر لغاية 27 أيار الحالي.